وصل إلى مملكة البحرين فخامة الرئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين، حيث كان في مقدمة مستقبلي فخامته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.